كثير من الفتيات يقتنعن بالحجاب وبتغطية الوجه، لكن تقول لك أهلي ما بيقبلوا. سبحان الله، ولأمره ما بيقبل. ليه؟ أقول أولا الواجب على ولي الأمر أن يساعد ابنته على الحجاب وعلى العفة وعلى الطهارة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخي أنت اللي بيخليك تمنع، أنت بدل تساعده تمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي رجال كأشبه الرجال. ده الحديث يا أخوانا، ده مو كلامي أنا. قال: رجال كأشبه الرجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت يا أخي وقت ربنا هداها تلبس الحجاب تمنع؟ ليه يا أخي؟ السبب شنو؟ والله يا اخواننا شيء حير. مرات يكون القدوه ذاته ما قدوه. دخلت على احدى المحلات قبل ايام بسيطه، لقيت بنت لابسه لبس قبيح جدا. والله عشان تعرف انه مشكله يا اخي. هو الرجال بيقوا يتبرجوا، خلي النسوان. الاولاد بيقوا يتبرجوا ذاته. فهممت ان اتكلم معه، قلت اتكلم معه انصحه. لقيت مع اخوه، قلت خلاص انا اتكلم مع اخوه لانه ده هو ولي الامر. كويس، عينت في اخوه ده اتكلم معه، لقيته ذاته متبرج. قلت هسه ينصحوا مني وخلوا مني. يا ناس ده مجتمع غريب والله. كما قال الشاعر: وما عجب ان ترجلت النساء ولكن تانيث الرجال عجابه. عجب والله. الواجب على ولي الأمر الأب أو الأخ، الواجب عليه أن يعين أخواته على الحجاب. بعدين لو المرأة أبوها مارضة وأمها مارضت، برضو ما عندها حد في أنها تخلي النقاب أو الحجاب، ما تخليه برضو، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما ممكن تطيعي والدك في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك الواجب عليها أن تتحجب حتى ولو رفضوا لها الخروج من البيت. حتى لو قالوا ما بتقري الجامعة، ما تقدر، تقعد في البيت وتلبس الحجاب. هذا واجب يا إخواننا. بعض النساء يمتنعن من الحجاب. الواحدة بتحمي بيتها ليه؟ السبب شنو؟ تخيل معي، تقول لك يزوجوها كيف؟ يا ناس يزوجوها كيف؟ يقول لك والله شيء حير. يعني لو تبرجت بتزوجوها؟ ما هسه في وحدات متبرجات وما متزوجات ذاتها. داري تلمن علينا اثنين، لا لمن في عرس ولا لمن في حجاب. الزواج رزق من الله عز وجل، الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ده يا اخوانا توحيد، دي عقيدة. كويس، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. شوفي لو الله كاتب لك زواج بتتزوجي، قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ده رزق الله بجيبه يا أخي. سبحان الله، شوفوا طاعة ربنا، ربنا بجيبها كيف. أم سلمة رضي الله عنها صحابية جليلة، مات زوجها أبو سلمة واستشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أقول الكلام ده كويس؟ قالته، لأنه دي سنة، تتبع السنة بس تعملها. قالته، لكن قالت في نفسها: ومن أفضل من أبي سلمة؟ ما في الحديث بيقول: واخلف لي خيرا منها.
قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فرزقها الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، اتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي تعمل الطاعة لله. ولذلك كثير من الشبهات التي غرست في نفس النساء بسبب ضعف الإيمان، والله صحيح، بسبب ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكرس أعداء الإسلام على أن تعيش المرأة هواها. تعرف يقول لهم شنو؟ يقول لهم عيشوا شبابكم، أنتوا لسه صغار، الحجاب بيقيدك. يقول لهم لو لبست الحجاب تاني تضحكي في الشارع، ولا بتاكل ايس كريم برا ذا جاي، ها؟ ولا بتتونسي مع الاولاد. يقول عيشي شبابك تماما، تمرق الجامعات، يكون عندها علاقات في الواتساب ونسات، وتاخذ راحتها، دايره تعيش هواها، وتنسى المعاني القيمه، المعاني الايمانيه. عشان كده يا اخواننا نحن نحتاج في مجتمعنا ان نصيغ شبابنا صياغه ايمانيه، تتعامل بأحكام الآخرة، تتذكر الآخرة، القبر، القيام من القبور، النفخ في الصور، القيامة، المحشر، تطاير الصحف، الوقوف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. تربية زي دي أخوانا إيمانية، دي نحن نلقاها وين؟ الواحدة إما تقعد تغالط كثير، تقول لك الدليل ده ما واضح، كده شوف لي آية تانية، والحديث ده ما عاجبني، وأنا أسوي شنو؟ وأمشي بقى من المجتمع، والناس بيقولوا لي أعرف أن فيها ضعف في الإيمان، في ضعف في الإيمان. صحابي هذا ما درت كلام كثير، أول ما قالوا لي آية واحدة تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج قروها لهم، خلاص الموضوع انتهى. لكن هسه في نقاش، في جدل كثير جدا، وهذا دليل على ضعف الإيمان عند كثير من الفتيات. كويس؟ ولذلك الحجاب صيانة، عشان كده ربنا قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعرفنا معناه شنو؟ قال العلماء يعرفنا أنهن حرائر، لأن الحرة كانت تستر جميع بدنها، وأما الأمة ما كان بتستر جميع بدنها. عشان كده ميز الله عز وجل النساء المسلمات الحرائر عن الإماء، وكما قال النميري أنشد عند الحجاج قوله يخمرن أطراف البنان من التقى، تقوى لله عز وجل، يخمرن أطراف البنان، رأس صابعين ده بغطن، ويخرجن جنح الليل، لما يطلع زمان بيطلعوا لقضاء الحاجة بالليل، ويخرجن جنح الليل معتجرات. قال الحجاج وكذلك المرأة المسلمة الحرة. أسأل الله عز وجل أن يعين بناتنا على الحجاب، وأخواتنا وأمهاتنا وجميع نساء المسلمين. اللهم صن أعراضنا، اللهم احرس ديارنا من غائلة السوء، اللهم طهر مجتمعنا من الفساد والسوء، وأبعد عنا دعاة الفتنة والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهرنا، اللهم نزهنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.